طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. عندنا بوزارة الدفاع عقد يشترون 12 طيارة، الطيارة الواحدة سعرها 975,000 دولار. ألف دولار بيش اشتروها؟ ب13 مليون دولار، يعني عقد قيمته 11 مليون دولار وشوية، دفعنا كمسيون رشوة، يعني سرقونا. هؤلاء 144 مليون دولار بزمن حكومة الأبطال. ما عندك نزاهة تشتغل صحيح، نزاهة تشتغل على الفقراء، ما تشتغل على الديناصورات. أهلا بكم من جديد. بالبداية أعزائي المشاهدين، نريد نتحدث حول موضوع أثار الناشط مصطفى الصافي عبر مقطع صوره وتحدث فيه. الموضوع يتحدث فيه مصطفى الصافي عن سرقة 12 مليار دينار من قبل أبو مهدي المهندس الزعيم المعروف في ميليشيات الحج الشعبي. 12 مليار دينار تم سرقتها من محافظة صلاح الدين. وتحدث مصطفى الصافي كذلك عن آخرين من السياسيين، منهم أبو مهدي المهندس وكذلك هادي العامري، وتحدث بأن كل هذه الملفات موجودة وتم تسليمها إلى المرجعية ولكن دون أي نتيجة تذكر. خلونا في البداية نأخذ هذا المقطع اللي يتحدث فيه الناشط مصطفى الصافي ونرجع نتحدث عن هذا الموضوع. يورو عراق الشريف ينشر هذا المقطع لكي نفضح هؤلاء السراق الحرامية الناهبين. أبو مهدي المهندس وراك وملف ال 12 مليار اللي راحت بتكريت بدأ يوصل. لا أفضحك فضيحة تسوى عمرك يا ذيل يا منافق. اخواني ايها العراقيون، اكو اموال بتكريت اعلن عنها ان اخذها داعش. هذا اكو رجل سان خاف نجيب اسمه يقتلوه، ولا عمي انت الرجال احذر خلي حماية، يقتلك ابو مهدي. هذا ناهب وسارق مثل ما تآمر على مصطفى الصافي وعلى اموال علي بن ابي طالب. فوج العتبة اللي اسمه فوج الإمام الصادق النهري، هذا سرقوه بدر، نهبوه بدر وحولوه قوات الرسول النهرية. هذا اللي بسامراء. أيها العراقيون، إنهم حرامية، إنهم دجالون، وهذه التفاصيل في حينها كلها وصلت للمرجعية ولممثلي المرجعية. أين موقفكم؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ثم الآن الإصلاح يا سيد مقتدى ليس بالأوراق والتغريدات. أنت مرتاح متونس، الشعب قاعد ينتهك، الشعب قاعد يسرق، الشعب قاعد يدمر. ماذا تريدون من هذا الشعب؟ إما تتركون وتخلونا إحنا نقود الجماهير ونطيح الفاسدين على أن تسكتوا وتتركونا نعمل، وإلا المرجعية ماذا؟ من يمنعها عن إصدار بيان؟ أنا شخصيا رافع تلك التقارير. وهذا الفوج أمواله من العتبة العلوية المقدسة سرق، وساومني ذيلهم أبو حسام السهلاني، قال لي إما تبقى عفوا تصير ويا بدر تستمر رواتبك، ما تصير ويا بدر لا راتب لك. أيها العراقي، يعني ماذا نتكلم؟ ماذا يعني شنو تحكي بعد؟ علني سرقة بوق عينك، لأنهم لصوص، لأنهم حرامية، لأنهم ذيول، لأنهم يضحكون على الله وعلى الدين. أيها الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب، لابد أن تصحى وتتوحد. واحنا قلنا العائل بينا، احنا عيال عراقيه بيناتنا نصف فيه، بيناتنا نصف فيه، وهذول الذيول يجب ان ينتهون.
قولوا كلمة الحق، ادعوا لإسقاط هذا النظام الفاسد. والمرجعية أنا شخصيا أعطيتها تفاصيل كاملة، والعتبات أيضا، وممثل المراجع أيضا، عن نهب فوج العتبة العلوية في سامراء. نهبوه وسرقوه وقطعوا الرواتب، قالوا صيروا مع بدر تستمر رواتبكم. لك اسمع أبو مهدي، احنا مع العراق، احنا عراقيين. إذا أنت ذيل الإيران واللي إلى إيران لا كرامة لك. والشعب بدأ الآن يصحو وصار عنده وعي، حتى بدأ يطلب تشكيل حكومة بالمنفى. وليش حكومة بالمنفى؟ احنا أهل العراق نجي ونطردكم. أو قضية أخرى، التهديدات مالتك هادي الذيل هادي العامر المرتزق، أوقف تهديداتك بالحلة في بابل. ويجب على كل عراقي غيور أن يناصر ويدافع عن دم هذا الطاهر الرجل مدير الجوازات، لأنه دليم سني، لأنه من دليم. يا حوش، أنتم ذيول لا كرامة لكم. والله هذه الأحداث وهذه السرقات كلها أوصلناها، أين أمركم بالمعروف وأين نهيكم عن المنكر؟ إذا كنتم تمثلون علي بن أبي طالب، فعلي بن أبي طالب صوت الحق والحقيقة، ولا يجامل ولا يهادن. ظلت مولانا إذا ما تدبرها خلي غيرك يجي يدبرها. الشعب العراقي يموت، الشعب العراقي ينهار، كلهم سراق. والله واحد البارحة يقول انت تكتب تريد تسكن بتكريت، حتى شنو؟ لا والله اسكن بتكريت. وهاي تحية وقبلة الى كل اهالي تكريت، عراقيين عربيين اصوليين، اصول عفوا، اصول عربية. هاي انا ما يحكمني واحد ما اعرف اصلا من فصله، ما يحكمني واحد ما اعرف اصلا من فصله، ويجيني سارق، ويجيني ناهب، ويجيني يتحكم بالعراق باسم الدين، باسم علي بن أبي طالب. وعلي براء منهم، والإسلام براء منهم، والإنسانية براء منهم. إنهم قتلة، إنهم سراق. أنت السارق أبو مهدي المهندس، هاي الـ 12 مليار سأفضحك. وبعد ما راحت هاي إخواني الـ 12 مليار ورا 5 أيام، هذا الحكي قديم، روح دوره، أنه داعش سرق الخزينة في تكريت، ورحت اشتريت بيت بأموال تكريت. مع الأسف يا عراق، مع الأسف يا عراق، ومع الأسف يا ذيول، مع الأسف، ومع الأسف يا مقتدى الصدر. الصدر ثورة ومنهج، مو تغريدات. انت سيدنا قاعد غرد هلمن تطلب من السراق؟ هؤلاء فاقدين الشيء لا يعطوه. وانت ايها المرجع قلت الحقوق تنتزع، هاهم العراقيين يتظاهرون، لماذا لا تقف معهم؟ هل يستطيع احمد الصافي ومهدي الكربلاء غدا يخرج مع اهالي كربلاء؟ اثبتوا لنا موقفا واحدا لكي نقول أنتم الإسلام، لكي نقول أنتم علي بن أبي طالب. نعم، كلام واضح من قبل مصطفى الصافي. معنا اتصال محمد جاسم من البصرة، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بالله الرحمن الرحيم، تحية إلى قناة الرافدين المحترمة، وإلى عاملين قناة الرافدين، وإلى مشاهدين قناة الرافدين، ورحمة الله على الشيخ حارث الضاري، وتحياتي إلى الشيخ مثنى حارث الضاري البطل. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أهل الله تعالى في كتابه الكريم، وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال الرسول الأعظم الكريم، ومن رأى منكم منكرا يغيره بيده
وإن لم يستطع بلسانه وإن لم يستطع بقلبه، وهذا أضعف الإيمان. إحنا بالنسبة لنا يعني اللي نقدر له نقدمها برسالة، ما بيجينا صراحة ما نقدر هاي الشغلة. نعم. زين. بالنسبة أريد أذكرك أستاذ عمر رحمة الوالدك. نعم. أنا شوية نرجع لي ورا. قبل فترة أكو واحد سارق من جماعة نور المالكي إذا تتذكره، كان نسمي نفسه على اسم الرسول، نسمي نفسه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. يعني تصور وصلت فيهم الوقاحة، واحد سارق ما يقارب عشرات المليارات من الدنانير العراقية باسم الرسول. هذول يدعون الإسلام، حزب الدعوة يدعي الإسلام، نسمينا واحد اسمه محمد على اسم الرسول الصلاة والسلام عليه، محمد يعني بالتأكيد اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. انت دول اشتغلت منهم، انت جاي تحكي لي على قاسم سليمان، هذا قاسم سليماني اللي هو ابو مهدي المهندس، هم هذول بعد هم اللي جابوا الجماعة. تجي المن بالنسبة لعادل عبد المهدي، هو هسه مصدع روسنا بشغلة اللي اسمها على انه يريد يسوي حكومة جديدة، والله حكومة تكنقراط. يا تكنقراط، مش قدامك هذا حيدر للعبادي اللي انا اسميه حيدر دانبي، هذا دانبي هذا اللي خلص علينا بس شرب. زين، واحد من عندهم يعني واحد من هاي التشكيلة اللي يحطونه وزير 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 الثقافة والإعلام اللي اسمه حسن الرباعي. حسن الرباعي هو شنو جاب على الثقافة، جاب على الإعلام، جاب على هاي الشغلة. انت رجال لطام تشتغل بالحسينية، هالطلطة بزين انت بتعوف الحسينية وتجي على وزارة الثقافة والإعلام. وزارة الثقافة والإعلام كلها ناس أساتذة، كلها ناس شعراء، كلها ناس أدباء، كلها ناس نحاتين، كلها ناس رسامين، كلها ناس يعني ذو الاختصاص الثقافي الحقيقي اللي يمثل العراق واهل العراق. زين، هسه نسوي لنا شغله وهي اسمها وزير التجاره هذا الجديد، نسوي له صفقه مع ايران، صفقه تجاريه مع ايران ب 20 مليار دولار. تصور يعني تخيل انت. زين، ب 20 مليون دولار. زين، 20 مليون دولار شو تجيبون لنا بها؟ تجيبون لنا بها مخدرات؟ يجيبون بها ادويه فاسده؟ يجيبون بها لحوم فاسده؟ شنو اللي يجيبون لنا؟ يجيبون بها مفخخات. يجيبون من كثير داعش، هو داعش، وين داعش؟ داعش ايران هي اللي جات تدعم داعش، بدليل ابو مصعب الزرقاوي لما نصاب مرتين وين تعالج؟ وتعالج بايران؟ زين؟ يا ذولي يعني احنا ذولي حتى عفت عنهم التعبير، والله العظيم يعني عيب على كل عراقي شريف انه يسكت. يا اخي على الاقل شاركوا، احكوا احكوا احكوا، قولوا يابا هاي الناس ما تمثلنا، هاي الناس ما لها شغله بينا ولا لها شغله بالعراق ولا لها شغله بالعراقيين. هذول ما يمثلون الا انفسهم واحزابهم، هم هذول يعتبرون شله طابه جايه تنتقم من العراق والعراقيين، لا اكثر ولا اقل. والله العظيم يا استاذ عمر، والله يعجز التعب يعني، والله يعني شو اللي تقول؟ وانتم تستحون تخو، وانتم هاي الدولة، دولة ماليزيا كانت دولة فقيرة، عاشت على الزراعة والصناعة هي وسنغافورة. زين، وهاي الامارات اللي كانت في السبعينات صحراء، روح شوف وسيم بربيها المثل، شيخ خليفة الله يذكره بالخير بنالهم برج بقيمة مليار وكسر، لحد الان العالم يسولف فيه واحنا ضالين. الا ذول اللي يجونا للعراق دمروا العراق، محمد ما خلوا شيء بالعراق، دمروا الصناعه ودمروا الزراعه ودمروا البنيه التحتيه. اريد اسالك اخي محمد، المواطن العراقي دمروا العراق، تعال شوف شبابنا، والله العظيم نعم. انا اوقف يوم ونوبات اسولف وياهم. زين، يعني تصور انت بالثاني متوسط وبالثالث متوسط، والله العظيم احنا قبل بالابتدائيه كنا عندنا معلومات وعندنا ثقافه وعندنا كذا واحسن من عندهم. انا اسولف وياك حتى سادس ابتدائي ما ماخذه، لكن هسه يمكن اعادل واحد بالجامعه اقدر اسولف وياه ولا اقدر اوقف واحد حد. محمد، ممكن اسالك سؤال؟ محمد، يعني اللي ارد اقوله تسمعني؟ يعني نهوا حد. محمد تسمعني؟ هي للانسان. محمد شباب تسمعني؟ نعم. اريد اسالك بما انه انت من البصره، اسعد العيداني متشلب بالمحافظه وهو عضو بالبرلمان، يعني عنده منصبين، اليوم يتهم حسين العبطان بأنه يريد ياخذ مكانه او يعني دينازها على موضوع المحافظة. زين، محافظ انت
ما نجحت في عملك وانت عندك عضوية بالبرلمان، يعني لو تستقيل من البرلمان لو تبقى محافظ، واحدة من الاثنين، شنو رأيك؟ بما انه انت من محافظة البصرة. استاذ عمر هذولي لاقينها ولايه بطيخ، ولايه بطيخ ماكو محاسب. نعم. البلد تايه تياهو البلد، يعني اكو نظريه اسمها ومن امل العقاب اساء الادب. نعم. هذولي ما يعترفون، لا يعترفون بقانون ولا يعترفون بدستور ولا يعترفون باي شيء. زين انتم مو عندكم هذا الدستور الاغم مالكم اللي سويتوه بال 2005 ذبحتونا به، دستور الدستور وكانه قران منزل من السماء. احترموا هذا الدستور الاخبر مالكم حتى نفتهم شغلتكم. نعم. يعني انت تخيل مثل ما تفضلت استاذ عمر، مسوي نفسه محافظ مسوي نفسه بالبرلمان، يعني بس شغله. نعم. انت ليش تستاهل استاذ عمر؟ انا سالم جماعه آه. والله العظيم ياخذون كل رواتب، شنو رايك؟ ياخذ رواتب ورواتب فيها سنين. صحيح. ماكو قانون تايه، بلد تايهوه ذولي، ذول العبطيه حش السامع. ما خلوا والله ما خلوا شيء يا اخي. يعني عجيبه هذول، امرهم عجيب غريب. يعني والله ما يعني عجيب والله، يعني ما ادري شو تقول عليهم. ما اني اشكرك محمد جاسم من البصره كان معنا. معنا اتصال ابو ايوب من هولندا. ابو ايوب، احنا استمعنا الى كلام مصطفى الصافي، تحدث عن سرقه 12 مليار من قبل ابو مهدي المهندس، تكلم كلام كثير من ضمنها انه يعني اتهم بالنفاق بانه ذيل لايران، ويعني كذلك انه من جلب هذه المعلومه لمصطفى الصافي حذره أنه ربما إذا كشف أمره سوف يتم قتله من قبل أبو مهدي المهندس. تحدث حديث كثير بأنه من ضمن النقاط المهمة بأنه المرجعية تعرف كل هذه المعلومات ولكن لا تتحدث ولا تتكلم ولا تحرك أي ساكن. شنو رأيك بالكلام اللي استمعته إلى الناشط مصطفى الصافي؟ أمر أول شيء أحييكم، حياك الله، قناتكم وحي الكادر بأجمعه. أهلا وسهلا بك. قناة الفقراء والعراقيين. أهلا بك أخي. بالنسبة هم للمرجعية، إذا هو السيستاني أخذ 200 مليون دولار من قبل الاحتلال وقال لهم ممنوع أي واحد يضرب جندي أمريكي، فيا أخي هاي الفتوى مالته، يعني هذه يعني تقول يعني انتهى الكلام بها. فأش تترجى منهم هذول الأوباش القتلة؟ هم المعممين، هم أساس فساد البلد أخي. هم ولو شرفاء يقولون المجرب لا يجرب، زين وين هذا حق الشعب؟ حق الشعب الفقير المسكين اللي البصرة اللي خيراتها تعادل 7 دول 8 دول بالوطن العربي من خيراتها، وأبسط شيء هو المي ما يقدرون يوفروا لهم. هو أخي نسبة الرطوبة عندهم قاتلة، والمي والكهرباء ما يقدرون يوفروهم. يعني هذا حق يعني حق مواطن بسيط، يعني أخي حق مواطن بسيط. فهم المرجعية هم أساس البلاء بالبلد أخي. المرجعية ولاها الإيران، يعني هم يريدون يسوون العراق القمة الثانية، القمة المجوسية. فيا أخي هم لا تحكي على أبو مهدي المهندس، هذا يعني يا رجل والله العظيم، يعني أقول لكم والله تروح على مستشفى المجانين هم تقول له أبو مهدي المهندس اللي من تابع يقول لك الولاية الفقيه. هذه ما تكبر غلط. هم السراق، هو هذا المجرم الأخ هذا العامري، وهذا أبو العصائب الخزعلي، هذا الجربوع اللي قتل آلاف الناس بالفلوجة من فاته. يقول يعني من يهدد أهل الفلوجة، من يهددهم وقضى عليهم كأنما هم يهود. يعني هم يعني بداية المعركة مالهم يعني عقائدية وليس ولائهم للوطن، يعني عقائدية مثل ولاية الفقيه من قال احنا أول شيء نقتل العرب وبعدين عندنا اليهود. فهم نفس الشيء، هذول الخونة، هذول الأوباش اللي يسعون هالشكل بالشعب العراقي، وإضافة إلى السنة اللي بالحكم اللي أيدوهم، اللي المناطق السنية بصورة عامة روح شوفها كأنما يعني مدينة أشباح أصبحت. يعني الفقر، الجوع، التشريد، الاعتقالات، أخي والله العظيم حاير فعلها. نعم. يعني يا أستاذ عمر بين بيش تبدي وبيش تنتهي معهم هذول القتلة المأجورين؟ فإحنا الناشد أخي العزيز، الناشد الأمم المتحدة أن ينظرون بحال العراق. وأوجه ندائي إلى الوطن العربي وبالذات المملكة العربية السعودية، أقول لهم أقول الحشد الشعبي، الحشد المجوسي هو عبارة أداة قنبلة موقوتة للوطن العربي. فأحذرهم أن لا يتعاملون أي معاملة مع هاي الحكومة العميلة. فوالله العظيم الحشد الشعبي هو مؤامرة
ومخطط من قبل إيران المجوس لاحتلال الوطن العربي به. فأنا أوصل هاي المعلومة وخلي يسمع العالم كله. فوالله يا أخي إلا ما الشعب العراقي يقوم ثورة كاملة، هذول ما يفيد معهم سلمية إلا هذا العيداني، هذا المجرم الوقح اللي يتحده للبصرة عنده ومحافظ البصرة هو بالبرلمان. يعني وين صايرة هذه؟ وين صايرة يا أخي يا أستاذ عمر؟ نعم. وين صايرة هذه؟ أنا أشكرك أبو أيوب من هولندا كان معنا. خلونا نقرأ بعض رسائل واتساب حول الموضوع اللي عرضناه في بداية الحلقة. يقول فيها: السلام عليكم أخي عمر، المرجعيات والأحزاب والحكومات المتتالية وجميع البرلمانيين سراق ومجرمين وقتلة، وأبو مهدي المهندس والمالكي والعبادي والعامري، هؤلاء قالت الميليشيات المجرمة الفاسدة مسؤولين عن كل السرقات والقتل وسوء الخدمات، حفظ الله الشعب العراقي والفرج قريب بإذن الله. رسالة أخرى يقول فيها: يقول المصيبة كل المسؤولين لا يستلم منصب إلا بعد أن يعطي الولاء لإيران، حتى السياسيين السنة. أخي اجتماعات دورية للخونة في السفارة الإيرانية أسبوعيا لاستلام الأوامر. رسالة أخرى يقول فيها: السلام عليكم أخي عمر، تعال وشوف بغداد، ملوها بصور المهندس وشكول ما نزل الله بها من سلطان، وليسوا بعراقيين يوميا صبح ونمسي هم هؤلاء الذين دمروا العراق، وكذلك أصحاب التكاسي غاسين أدمغتهم فاتحين إذاعة الحشد ويمجدون بأبو مهدي المهندس، ماذا فعل هذا العميل؟ انتبهوا يا عراقيين يا أصلاء، وشكرا لمصطفى الصافي. معنا اتصال سلمان من بغداد، تفضل سلمان. بس نصلي التلفزيون للأخير، الله يخليك سلمان. لا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. نصلي التلفزيون حتى تقدر تتكلم. وياك. نصلي للأخير. للنهاية، نعم نعم. تفضل. لا الأخير كلش قفلت. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بك. أغاتي العزيز. نعم. الموضوع اللي جاي ينطرح هسه بالوقت الحاضر، هاي الحكومات الفاسدة، ما احنا ما عم نتلف الجيران ويا ايران ويا سوريا ويا تركيا ويا، احنا عندنا هنا عصابة موجودة على القمة، هي اللي باقت الدولة وهي المتهمة بكل ما صار بالبلد. احنا اول الناس اخر الناس، احنا اذا رادوا جابوا الديمقراطية الاسرائيلية ويريد يطبقونها على الشعب العراقي، الشعب العشائري العقائدي المعروف عن غيرته وعن شهامته وعن كرامته، جابون أطباع من الخارج وإجوا بيها الناس اللصوص اللي ما عندهم لا غير على البلد ولا على الحدود. إحنا تاهمين السعودية وتاهمين الكويت وتاهمين تركيا وتاهمين إيران وتاهمين الأردن، إحنا خلينا بلد ما تهمنا يا أخي، والعلة في داخلنا. يعني إحنا ليش ما نصوش نفسنا؟ نعم. احنا ليش دوم نوجه اتهامات؟ قال ابو الاردن، قال ابو سوريا، قال ابو ايران، واحنا حرامينا منا وبينا بيتنا، حرامينا من مصروف. نعم. والناس دول بالعوب من حول البلد بكامله باقوا باعوا تصريح. احنا ليش ما نسوي شيء للعصابه الموجوده على القمه يطلع عليها الشعب يحاسبها يكفلها الباب؟ هذول اللي جونا ما نعرف اسمهم، وين ما منين جو علينا. نعم. ألو. أسمعك واضح. نعم سلمان. وياك أنا وياك على الخط أستاذي عزيز. نعم. زين، أنت شفت المقطع؟ شفت المقطع مال أبو مال مصطفى الصافي من يتحدث به أنه أبو مهدي المهندس سرق 12 مليار من تكريت، ومن ضمن الأموال طبعًا. يا أخي 12 مليار. اشترى له بيت. قالوا المعلومات كلها تعرف بها المرجعية والحكومة دون أن تحرك أي ساكن. نعم نعم نعم، انا وياك انا وياك، بس يا 12 مليار يا 12 مليار يا 70 مليار يا. نعم. يعني البلد باق من الراس الساس. نعم. ما تطلع الناس من البيوت ويصير دم، ما يصير هذا، ما يصير حل. نعم. ما يصير حل، الناس قاعد من امن العقابه شال ادب، ولا باقوا البلد وظالين يمشون بنص البلد. ما نعم. أني أشكرك. نسأل من الله، مشتكى لله، المشتكى لله نشتكي عد الله، لأن إحنا ناس
شفنا بعدها لا حول ولا قوه والجماعه قاعدين على القمه وكلهم ذولا ياهل ما متهم بيهم، ياهل ما متهم بيهم بالحرب على بالفساد. قلوا حسنا ما متهم، اذا كان سني او شيعي او مسيحي او يزيدي او صابي ياهل كان. نعم. كلهم على القمه ذولا كلهم متهمين. نعم. زين هم جاي يديرون دفه البلد. شو تعال برا شو حامي حراميه. نعم. ونعم بالله الله المعين. أنا أشكرك سلمان من بغداد كان معنا نقرأ رسالة على الواتساب يقول ما زالت الفضائح التي يقع فيها هؤلاء الأحزاب العميلة لإيران تتوالى. يقول الحديث يدور حول ملفات نهب المليارات يسود في هذا الواقع المؤلم بالنسبة للعراقيين، فضائح وملفات فساد وكثير قضايا هم متهمون بها لأنهم هم سببها، فإن العدالة والقوانين حتى تحاسبهم على هذه الفضائح والملفات التي هم متهمون فيها، لا عدل ولا قانون يطبق بحقهم على كل هذا الفساد المستشري في البلد وغيره كثير، ذلك ملف أبو مهدي المهندس ونهبي ل 12 مليار دينار في تكريت وغيرها لجعلها مخصصات للميليشيات المجرمة كما يقول وغيرها كثير. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهل بيك. الله يبارك بيك. أهلا وسهلا بك قناة الرافدين وكل السادر. أستاذ عمر، يعني أنا بس أريد أوجه سؤال للمرجعية، كم ملف وصلها عن أتباعهم واللي هم يحموهم وراضين عنهم وقاموا بسرقة المليارات، وكم مرة طلع الناشط مصطفى الصافي وفضح مجرمي الحشد، شنو الإجراء اللي اتخذته المرجعية؟ مو هو السيستاني اللي أفتى بتأسيس الحشد ليش ساكتين عنهم؟ طبعا هذا سكوتهم هو دليل على اشتراكهم بالفساد والسرقة. أستاذ عمر، يعني احنا قلناها ونحكيها ونعيدها، السبب الرئيسي بتدمير العراق ونهب خيراته هي المرجعية وعلى رأسهم السيستاني. يعني معقولة المرجعية والسيستاني ما سمعوا فساد وإجرام عمار الحكيم أو اللا حكيم واستهتار قيس الخزعلي وإجرام هادي العامري وطيش مقتدى الصدر؟ معقولة ما سمعوا بيهم؟ مرجعية وسياسيين أو يدعون بأنهم سياسيين وبرلمانيين دمروا البلد والله العظيم ونهبوا كل خيراته. نعم. ما سمعوا بتهريب النفط اللي يقوم به عمار الحكيم وزمرته، ما سمعوا بسياسيين يقومون بتسهيل دخول المخدرات للعراق واللي دمرت شباب البلد، ما سمعوا بخريجين ويحملون شهادات عليا وواحدهم شايل ترمز شاي وقلاصات ويبيع شاي بشوارع بغداد؟ منو اللي ينتمي للأحزاب ما يشغل أكثر من وظيفتين ويستلم أكثر من راتب أستاذ عمر؟ يعني وأبسط مثال ذولا بيت العلاق اللي مستحوذين على عدة مناصب وكأنه ماكو بالعراق غيرهم. أخي أستاذ عمر، أفسد حكم بالعراق هو الحكم الإسلامي، والله شوهوا سمعة الإسلام. لا. والإسلام بريء منهم. يعني دائما نسمعهم يرددون اللهم عجل فرج المهدي المنتظر، صدقني والله العظيم لو يظهر المهدي المنتظر إلا يقتلوا أبشع قتله، وحتى لو سيدنا علي عليه السلام موجود بينهم كان قتلوه. لأن زمرة ما عندهم لا دين ولا يعترفون بالإسلام، ناس تعبانة ومهجرين ضايعين ما بقى لهم أي أمل يرجعون لبلدهم. والله العظيم أنا التقيت بعدة أشخاص، عشرات الأشخاص هنا بتركيا، صحيح هم يعيشون بأمان ومرتاحين لكن يتمنون يرجعون لوطنهم، ومترددين لأنه يقولون الأوضاع بعدها ما مستقرة خصوصا بوجود هاي الميليشيات المجرمة. نعم. يعني إلى متى تبقى الناس هي خارج بلدها؟ إلى متى تبقى الناس خايفة ترجع لبلدها؟ يعني ناس تركت بلدها، الله أكبر يا أمة محمد، إيش وقت أنتوا تنطون مجال للشعب يعيش براحة؟ ما اكتفيتوا من السرقات هاي اللي سرقتوها، ما اكتفيتوا من الدم اللي ما 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 بقى شبر بقطعة أرض العراق إذا ما صار عليها دم مال إنسان بريء؟ إلى متى تبقون أنتوا هيك؟ إلى متى تبقون تلعبون لعب بشعب العراق؟ شو وقت تقتنعون بالسرقات؟ شو وقت تقتنعون بالنهب؟ مو كافي اللي سرقتوه، مو كافي اللي نهبتوه؟ إلى متى تبقون على هالحالة هاي؟ مو شعب ضاع وتدمر وما بقى إلى أمل؟ الله أكبر عليكم. يعني من ناس يعني أنا والله العظيم كلش انقهرت البارحة من التقيت بجماعة هنا في تركيا ويقولون نتمنى نرجع لبلدنا، لكنه والله خايفين من الميليشيات، خايفين من السطو على بيوتنا، خايفين من القتل، خايفين من المداهمات الليلية اللي تصير على بيوتنا.
يعني شلون بل استاذ عمر الى متى؟ مع الاسف هو هذا الوضع اللي موجود في العراق. انا اشكرك ابو ناصر من تركيا كان معنا. معنا اتصال ام عبد الله من بغداد. تفضل يا ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة وإلى كل عراق الشريف وللمتصلين الشرفاء. أستاذ ليش إحنا كل العالم أو العفو كل العراقيين يعرفونه وأمريكا تعرف هو إنه أبو مهدي المهندس هو قيادي كان في إيران وجاء إلى العراق. نعم. وقام بعملية الاختلاسات. ترى نعم. الاختلاس كان موضوع على لائحة الإرهاب. أكيد. نعم. لأنه أمريكا أصلاً أصدرت أمر إلقاء القبض في إسلام عنده نشاط ضد الحكومة الفرنسية والحكومة الأمريكية. نعم. وقاموا بعملية إصدار أمر قبض ضده وبقى في إيران إلى سنة 2003 جاء إلى العراق. وبعدين أكو نقطة مهمة، الكويت هو اللي فخخ موكب الأمير الكويتي. نعم. وقتل الملحق الثقافي العراقي. زين. وبعدين كل هاي الأمور يعني اللي صارت في العراق سنة 2003 إجا عينة بالبرلمان، بعدين إنه دخل يعني سنة 2000 وصارت مشكلة أخرى، ذهب إلى إيران مرة ثانية 2015 رجع مرة ثانية، عينه سليماني نائبا له في الحشد الشعبي. زين. أنا أقول إنه هو الأموال العراقية هي بيد العراقيين بيد وزارة المالية حتى تأخذ راحتها تكون بعملية توفير الخدمات للشعب العراقي. هي إحنا أموال العراق كلها بأيدي متنفذة أكثريتها تروح إلى إيران. يعني راتب أبو مهدي 3 مليارات ونص كلها تحول إلى إيران. زين هاي 12 اللي أخذها وقبلها وبعدها وكلها صار كلها إحنا دمول إيران. نعم. أستاذ عندنا إحنا أريد أقول للشعب العراقي إن إحنا ما بدنا نعرف نتصرف ونحافظ على الوطنيين اللي موجودين بالعراق سابقا. نعم. ولهذا تخلينا عليهم وقدمنا العراق إلى إيران وإلى أمريكا. فإحنا هسه مطلوب من عندنا إيجاد وطنيين، يعني لازم أكو وطنيين يعني نثق بيهم ونثق بالأموال اللي لأن إحنا عندنا أموال يا سبحان الله تكفي 10 دول بس كلها مأخوذة من قبل المسؤولين والمتنفذين. نعم. وحتى البرلمانيين أكو برلمانيين يعرفون بالفساد ويعرفون بالشغلات اللي تصير من قبل سليماني ومن قبل أبو مهدس والخزعلي، كلهم ساكتين خوفا من بطش الأحزاب. بعدين انه ماجد التميمي ليش ما تتغرد هسه؟ ليش؟ لانه ما تاخذ راتبها ومعينه اقرباها، تقول لك انا ليش انا احكي؟ لانه هذا راح ياثر علي وعلى تعيين جماعتي. زين. فلهذا الساكته هي اسوه المسؤولين اللي موجودين بالحكومه العراقيه. فهذا بقت على الشعب العراقي استاذ. هو الشعب يقول كلمته مثل أهل البصرة قالوا كلمتهم إنه ما يريدون واحد فاسد ولا من الأحزاب، يريدون من أهل البصرة. لازم كل محافظة تقول إحنا ما نريد من الأحزاب ويعلنوها ثورة على الطمة الفاسدة. وتحياتي لكم. شكرا أم عبد الله من بغداد كانت معنا. يقول في رسالة على الواتساب يقول السلام عليكم، أريد أسأل العراقيين تعرفون لماذا الفياض رجع إلى كل المناصب؟ الجواب يا عراقيين هو بالرشوة، الفياض دفع رشوة وربح القضية حتى يرجع إلى المناصب لأن شاف ما قدر يصير رئيس. يعني شلون راح يطمئن العراقيين على أمنهم؟ أو وزير داخلية شلون راح يطمئن العراقيين على أمنهم إذا مستشار الأمن يدفع رشوة؟ يعني أي مجرم ممكن يدفع رشوة ويلعب طوبة بالعراق كما يقول. رسالة أخرى يقول فيها أخي الكريم، المرجعية هم أفسد الناس، هم مسؤولين عن تدمير العراق. رسالة أخرى يقول فيها، أنا هارون الشمري، هسه العراق لعبة بيد المهندس وهادي العامري وقاسم سليماني والشعب مظلوم لأنه ساكت. اصحى يا شعب. نعم. معنا اتصال من بغداد أبو بلال. تفضل أبو بلال.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياتي لجنابك الكريم ولكل الكادر الشريف في قناة الرافدين، قناة المظلومين وصوت المظلومين. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. بس عندي تعقيب على مقطع هذا مصطفى الصافي. نعم نعم، من ضمن ما قال يضحكون على الله. لا، حاشا لله، حاشا لله. نعم. والله لا يضحكون إلا على أنفسهم هؤلاء للأوقات، يعني راح يعرفون شلون نهايتهم إن شاء الله. أستاذ مصطفى، هي سبحان الله سلسلة سنن ربانية الله خلاها بهذا الكون. الباطل لا يسقط فجأة، إنما يبقى الباطل حتى يعريه الله سبحانه وتعالى، حتى يكتشف أمام الناس أنه باطل. لأن بعض الأحيان أهل الباطل يلبسون لباس أهل الحق فيخدعون بهم الكثيرين. الله سبحانه وتعالى في أمر العراق، هذول اللي يلبسون لباس الدين الله سبحانه وتعالى يعريهم. يعني أقول لك شلون، مثلا أستاذ عمر، نعم، يعني قبل كم سنة في 2006 و7 شلون نسمع المتصلين من أهل الجنوب يشتمون بأقذع الألفاظ على قناة الرافدين وعلى أبناء الغربية. الآن سبحان الله نفسهم أهل الجنوب يترحمون على كل كادر قناة الرافدين ويترحمون على حارث الضاري. وقبل فترة خابركم واحد ذكر بنا قال أتمنى لو يحكمنا مسنة حارث الضاري. أستاذ عمر، أنا أصعد بالسيارات والله العظيم أجس نبض أفتح موضوع ويا الركاب أو في مجتمع في مناسبة كلهم يقولون رجاء لجي بنا طار العمايم، هؤلاء حرامية، هؤلاء فجرة، هؤلاء مجرمين. الآن أكو مناطق وياي سان عمر إذا بس تعرف التسلسل التاريخي. نعم. الآن بنطب مناطق شن كانت محرمة علينا في بغداد. الآن الناس توعوا، يعني حتى تدرون بك أنت من جهة معينة ما لهم شغلة بك. قبل لا ما ممكن نفكر حتى نطب فيها. نعم. أستاذ العزيز، بس يعني صبر جميل إن شاء الله ونهايتهم قريبة. نتذكر في أوروبا مثل ما صار بزمن الثورة الفرنسية حينما أعدموا آخر قسيس في أمعاء آخر ملك. نعم. فإحنا عندنا قسيسين يبررون الملك إجرامهم، للملوك إجرامهم. نعم. فإن شاء الله نهايتهم قريبة، نهايتهم قريبة. لكن أحيانا قلت لك النصر يتأخر لأن الله يريد أن يعري الباطل حتى لا يبقى به أحد مخدوع، لأنه بعض الناس حتى الآن مخدوعين وخصوصا من المستفيدين. لكن إن شاء الله النصر قريب. وطبعا النصر لا بد له من ثمن أستاذ عمر، لا بد من دون الشهد من إبر النحلي، هاي سنة ثابتة. لا بد ما أخذ بالقوة، لا بد أن يترد بالقوة. وأنا ممنون لك أستاذ عمر، جزاك الله خير. أنا أشكرك. أبو بلال من بغداد كان معنا. نقرأ هاي الرسالة، يقول السلام عليكم أخي عمر، ليعلم كل العراقيين بأن العراق مطلوب 140 مليار وواجب على العراق تسديد هذا المبلغ لغاية 2056 جراء جولات التراخيص التي ابتدعها نوري المالكي والشهرستاني. أنا أسأل العراقيين، إذا كان سعر النفط وصل إلى 80 دولار، لا نقول 118 بزمن المالكي، متى سينهض البلد؟ وإلى متى هذا السكوت؟ أيعقل أن 500 شخص في المنطقة الخضراء يتحكمون ب 35 مليون عراقي؟ فأين الشعب؟ لماذا هذا السكوت وهذا الخوف؟ معنا اتصال أبو ياسر من تركيا، تفضل أبو ياسر. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. عمر، يعني للأسف الشديد اليوم الرشوة السرقة في العراق صار شيء مو معيب، صدقني صار شيء مو معيب، صار شيء عادي. الواحد يقعد له ويا واحد سارق ويا واحد مرتشي، مهم المقابلة عنده فلوس، هذا أهم شيء. نعم. يعني ماكو قانون يعني حازم إنه السارق أو المرتشي يضرب حقه بالقانون أو اللي معه. لذلك أشوف السارق من ينفذ من الحكومة والعمراء تجي الزبايع والناس الزورة وتبارك. لذلك الثقافة، يعني ثقافة السرقة مع الأسف ما صارت وحيدة مثل ما كان عندنا بأخلاقنا بالعراق بالسبعينات. شخص المفتشي، شخص الحرامي، كانت الناس تباوع له غير منظار بحيث يشيل حتى من المنطقة. هاي واحدة. اثنين، للأسف نفوس شعبنا هواية طيب. يعني صار عندنا هواية وناس يشتغلون للأجنبي، يشتغل للأجنبي، هو خادم للأجنبي سنة وشيعة. هذا اللي يخدم السعودية، هذا اللي يخدم إيران، هذا اللي يخدم أردن، هذا اللي يخدم قطر، هذا اللي يخدم الكويت. هذا صار عندنا مثل بعض الفكر. بس هذا الحبيب يعني طلع، أنا أتمنى أن نفوس شعبنا يتغير. بس حبيت أضيف ملحوظة بالنسبة للناشطة، مثلا مصطفى الصافي
هذا مو ناشط مدني، هذا ناشط اسلامي. نعم. هذا هرب من العسكرية، هذا ضد نعم. مصالحه ما عنده. ولا هو مو جاي في شيء جديد يعني. أبو المهدي مهندس سرق 12 مليار. هذا مو في شيء غبي. ولا في شيء صعب. نعم. عرفت كل حبيت شكرا شكرا ابو ياسر من تركيا. طبعا هو بالمناسبه ان 12 مليار مبلغ ليس بقليل، اذا 12 مليار من منطقه واحده تؤخذ ومن خزنه الدوله، فيعني المناطق الاخرى اللي تم استعادتها قد يعني ممكن نتحدث قبل سنه وسنتين السرقات اللي تحدث وسرقه منازل المواطنين هناك، فيبدو انه كل بنك كل مصرف، وشفنا انه حتى تم تفصيخ مصفى بيجي معامل اخرى تم يعني تفصيخها وبيعها، ما بقى بهاي المناطق المستعاده تم سرقه ان كان في الموصل ولا في الانبار ولا في صلاح الدين، فسرقات بمليارات الدولارات هاي كلها من قوه الشعب واموال الدوله، الدوله يعني العراق مو الحكومه اللي موجوده حاليا. معنا اتصال ابو احمد من الرمالي، تفضل ابو احمد. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. احييك واحيي القناه. حياك الله يا اهلا بك. بالنسبه هذا ابو ماجد المهندس، ابو ماجد المهندس من باقي 12 مليار من محافظه صلاح الدين يشملون هذا البوق اللي باقوه من خزينه الدوله والشعب. زين هم 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 علي جايين، هم جايين يحررون البلد، يفيدون الشعب، هم جايين على تدمير البلد ونهب ثروات البلد، هم خلوا شيء ما خذوه يا استاذ عمر. هذا النفط اللي جاي يعرفون علي محافظه البصره، هم يمدون صهاريج وبواري وياخذون يبيعون لايران ومنها يعبرون عن طريق تركيا، هم خلوا الشعب، ما خلوا به كل شيء. لانه ناس سراق حراميه مو عصابات، احنا ما عندنا حكومه عراقيه ومعترف فيها دوليا. فاحنا الناشب الاتحاد الاوروبي، الناشب الجامعه العربيه، الناشب الامه العربيه ينقذون الشعب العراقي. عمي ما خلهم بالشعب العراقي فرهدوه، سووا سياره تفصيخ وباقوه. نعم. خلهم بالشعب. وهاي المعتقلين السجون الابرياء اللي نايمين عليه يمطون عفو يطلعوا ذولا، ما طلعوا ملا واحد، يعني كلهم ناس ابرياء نايمين عليهم، جايين على تاكي الشعب العراقي يا استاذ عمر. نعم. واحنا الناشد الامه العربيه والجامعه العربيه ان ينقذون الشعب العراقي، الشعب العراقي انتهى راح بيد عصابات، لانه مو ناس مهنيين، هسه محتارين على وزير الدفاع، محتارين على وزير الداخليه، ما مهنيين، غير يجيبون قاده، خريجين كليات عسكريه فاهمين باداره الدوله والجيش وتعبئه الجيش. يا كان عمر. أني أشكرك أبو أحمد، أشكرك أبو أحمد من الرمادي. نختم برسائل واتساب يقول السلام عليكم، هؤلاء العملاء هم الفئة الباغية. يقول سرقة أبو مهدي المهندس لمبلغ 12 مليار هو غيظ من فيض، ليس فقط سرقة أموال وإنما الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة وأسلحة تابعة لوزارة الدفاع. ومن الأمور المضحكة المبكية هي ارتماء بعض أبناء المناطق المدمرة في الحضن الإيراني مثل عائلة الكرابلة وعائلة الجبور من تكريت، يقصد السياسيين وأيضا النجيفي، الجميع الآن تابعون لإيران، لو كان لهم ذرة من الوطنية لقاموا بالتنديد واتخاذ موقف من تصرف السفير الإيراني الأرعن كما وصفه عندما غادر القاعة ولم يقف إكراما لشهداء العراق، وآسف على الإطالة. رسالة أخرى يقول فيها أبو حسام النعيمي، يقول أستاذ عمر سبب دمار العراق وشعب العراق وضياع هيبة الدولة هي المرجعية كما يقول، وعلى رأسهم السيستاني، وإذا لم يتم القضاء على الزمرة المجرمة والعمائم فلن يهنأ ويستقر الشعب العراقي. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول ما جاء في المقطع الفيديوي لمصطفى الصافي الذي اتهم أبو مهدي المهندس بسرقة 12 مليار من تكريت قبل سنتين تقريبا، وتحدث في هذا المقطع عن هادي العامري واتهمه صراحة بقتل مدير الجوازات لأنه كان دليمي سني كما قال مصطفى الصافي، وتحدث واتهم المرجعية بأنها تعرف كل هذه الأمور ولكنها ساكتة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.